عقدت اليوم في دبي أول قمة عالمية للاستثمار في الصناعة الرقمية برعاية واحة دبي للسيليكون وبمشاركة هيئات حكومية عالمية للصناعات الرقمية وبنوك استثمارية ومستثمرون وكبرى الشركات العالمية. وتهدف القمة إلى بناء منصة استثمارية رقمية رائدة للأعمال وتعزيز التبادل الاقتصادي الرقمي العالمي والارتقاء بمستويات التعاون في مختلف مجالات صناعة الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى رفع مستويات النمو وتحسين القدرات الأساسية للشركاء في هذا المجال.